بسم الله الرحمن الرحيم. نخرج في هذا اليوم في هذه التظاهرة الشعبية لنعبر عن تضامننا الكامل والثابت مع معتقل الريف. نحن نعتبر بأن هذه الأحكام التي صدرت بهم وتؤكدت في هذه المرحلة الاستنافية بأن أحكام ظالمة، أحكام جائرة، أحكام لا مبررة مطلقا، أحكام انتقامية. لا ندري ما هو المسوغ يا ترى القانوني لهذه الأحكام. الناس خرجوا من أجل مطالب بسيطة، مطالب اجتماعية بسيطة وغير تعجيزية، فإذا بهم يزج بهم في السجون لهذه المدة الطويلة ظلما وعدوانا. نحن نرفض هذا وندينه بشدة ونطالب بإطلاق سراحهم فورا. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لكل القوى الحية داخل هذا الوطن الحبيب التي حضرت واحتشدت هنا بالرباط بالعاصمة الإدارية للمغرب لإعلان التضامن مع الإخوة في الريف ولإعلان التنديد لما يتعرضون له من سياسة انتقامية، أحكام جائرة بمئات السنوات، تشتيت وتفكيك لمعتقلهم عبر سجون المملكة، سياسة انتقامية للعائلات على طول سنتين تقريبا. الشعب المغربي في هذه اللحظة يعبر عن التضامن لا مشروط بدون قيد أو شرط، على أن المطالب التي نادى بها هؤلاء الشباب مطالب مشروعة. عبد الرزاق بوغلبور رئيس العصبة المغربية لدفاع حقوق الإنسان، نساهم اليوم في هذه المسيرة الاحتجاجية ضد الأحكام الجائرة التي سلطت على جزء من المغاربة المطالبين بحقوقهم الاجتماعية. نؤكد أن المحاكمة هي سياسية بامتياز ترغب في ترقيع المغاربة وفي وقف تحركاتهم. المخزن الاستبدادي طغى، وبالتالي نود أن نرد بهذه المسيرة على أساس أننا مغاربة ولسنا أوباش، وأن الحق والقانون يجب أن يتم إعماله بحق كل من أساء للمغاربة، سواء كانوا في الريف، في جرادة، في قلعة السراغنة، في زاكورة، وفي كل مناطق المغرب. نحضر اليوم في هذه الوقت المسيرة التي دعت إليها العديد من فعاليات المجتمع المغربي حقوقية ونقابية وسياسية ومدنية، إلى جانب عائلات التي وجهت النداء للمشاركة في هذه المسيرة، من أجل أن نقول بصوت مرتفع على أن مشكلة حراك الريف بدأ سياسيا، بدأ في بيئة سياسية ويجب أن يحل في إطار سياسي. خارج هذا الأمر فإن الجهات التي تهمها مضامين هذه الرسالة من خلال المسيرة تمدد هذه القضية، وكذلك تدفع بالأمور إلى احتقان أكثر. اليوم ما عانته الأسر وما عانوه كذلك المعتقلون سواء في سجن عكاشة أو السجون التي وزعوا عليها مؤخرا، وكذلك معتقلي سجن الحسيمة وابن بوعياش وسجون أخرى، ما عانوه هذه المعاناة هي وصمة عار في جبين من دبروا الملف بطريقة مدلة ومهينة وطريقة تكرس سياسة القمع والتسلط والحجرة ودوس كرامة المواطنين. بونجور، السلام عليكم. سعدية الوالوس، فيدرالية مغربية حقوق إنسان. دونك علاش حنا هنا اليوم؟ سي سامبل، انا تبعت لو بروسي، انفان تياتر دو بورت دو بروسي جابيل سا، باسكو لو بروسي سيتي جوست اون واحد لا فورماليتي. ومني اكد الحكم على 20 ans de prison، سي honteux. on avait plus de mots d'exprimer la honte que j'ai. Moi c'est une honte que j'ai qu'un pays qui se dit état de droit est capable d'enfermer des jeunes pendant 20 ans de leur vie parce qu'ils voulaient juste le minimum social, un hôpital, des écoles, le minimum, des routes. Ils n'ont rien demandé d'autre, rien. Malgré ce qu'on a essayé de leur faire porter comme faute, rien. Donc ces jeunes qui sont là dehors,
J'espère que les responsables vont quand même un jour recevoir une gifle pour qu'ils se réveillent. C'est inadmissible de condamner comme ça tout un peuple. Parce que c'est pas que le RIF qui a pris 20 ans, c'est le Maroc. Ça veut dire chaque jeune qui voudra juste parler, voilà ce qui risque de vous arriver. Vous allez être 20 ans en prison. نحن اليوم كفيدرالية ديال يسار ديمقراطي وكيسار مغربي وكمجتمع مدني وحقوقي نشارك في هذه المسيرة إلى جانب العائلة ديال المعتقلين على خلفية حركة الريف لنعبر من جديد عن مساندتنا المطلقة ومطالبتنا بإطلاق سراح هؤلاء النشطاء الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم طالبوا بالتنمية لجهتهم وبالكرامة لمواطناتهم ومواطنيهم والمصالحة الحقيقية مع الريف. مع كل أسف كنشوفوا أن الدولة المغربية رجعت إلى الأساليب البائدة ديال سنوات الجمر والرصاص ولجأت إلى الاعتقال واختطاف التعسفي ولجأت إلى التلفيق يعني التهم الواهية وإلى الأحكام الجائرة. وحنا كنقولوا هذا عار ونحن صامدون إلى جانب المعتقلين وإلى جانب عائلاتهم ونطالب هذه الدولة بإعمال الحق والعدل لأن المنطقة المغاربية والعربية كلها تغلي والمغرب على صفيح من نار وقابل للانفجار. يعني نحن نقول بأن العدل والحفاظ على التماسك الاجتماعي هو في الإفراج الفوري على هؤلاء النشطاء وعلى الشروع في الإصلاحات العميقة التي تلزم بلادنا كي نبني مغرب الجهات المتقدمة